اليوم تشرفت بزيارة إدارة السوران للتقاء بمعالي رئيس الإدارة ورؤساء الأقضية. طبعا زيارة دولة الإمارات اليوم هدفها اللي هي طبعا مد جسر الصداقة مع جميع المحافظات والإدارات، واليوم نحن سعدنا جدا من خلال لقائنا مع معالي رئيس إدارة السوران إلى التعرف على الخارطة الاستثمارية طبعا اللي يسعى لها لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. طبعا دولة الإمارات جدا مهتمة في تعزيز الاستثمارات وحضورها في إقليم كردستان خلال الفترة القادمة. زيارات اللي قام فيها معالي رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق إلى دولة الإمارات والتقاء بقيادة دولة الإمارات والتقاء برجال الأعمال خلال الزيارة الأخيرة والزيارات السابقة والتوقيع على العديد من الاتفاقيات من ضمنها الاتفاقية التطوير الحكومي. جميع هذه طبعا المساعي إن شاء الله راح تتوج بإذن الله خلال الفترة القادمة من خلال إن شاء الله إبراز هذه الجهود وتحقيق إن شاء الله التناغم مع استراتيجية حكومة إقليم كردستان في التنويع الاقتصادي اللي تسعى له خلال السنوات القادمة، وهو يعني هدف يسعى له معالي رئيس الوزراء خلال إن شاء الله لقاءاتنا معه خلال زيارات اللي قام فيها طبعا الدولية إلى الدول العالم من خلالها زار دولة الإمارات ودول المنطقة. نحن نأكد خلال هالزيارة لمعالي رئيس إدارة منطقة السوران اهتمام دولة الإمارات في الاستثمارات وخاصة في المجال السياحي. اليوم طبعا تطرقنا إلى الخريطة الاستثمارية للمنطقة. إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح يكون إن شاء الله في زيارة لرجال الأعمال الإماراتيين خلال وفد إن شاء الله، وأكيد راح يكون لهم حضور في هذه المنطقة الحيوية اللي تستضيف العديد من الفعاليات السياحية. سعدنا اليوم ونتمنى إن شاء الله تكون الزيارة القادمة هي زيارة إن شاء الله للإعلان عن استثمارات إماراتية في هذه المنطقة الحيوية. شكرا جزيلا. سيادة طرق السل التي في محاولة من كل سنة 24، نحن سعدنا. ما هو علاقة مستوى يعني مستوى العلاقات بين الدولة الإمارات العربية مع إقليم كردستان؟ طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعها علاقات وطيدة مع العراق وبالأخص مع إقليم كردستان. العلاقة طبعا الأخوية والعلاقة الوطيدة اللي تجمع طبعا قادة إقليم كردستان مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لاحظناها من خلال زيارات أخيرة قاموا بها يعني من خلال السنوات الماضية، وأساسها طبعا هو فخامة الرئيس مسعود برزاني. اليوم نحن مع الجيل الشاب اللي هو فخامة الرئيس نجيب عرفان برزاني وفخامة مسعود برزاني رئيس الوزراء. طبعا هذه علاقات الحمد لله علاقات طيبة ونسعى من خلالها إن شاء الله إلى توطيدها من خلال هذه الاستثمارات اللي اليوم نحن نقوم من خلال لقاءاتنا مع جميع المحافظات ومن جميع الإدارات المعنية إن شاء الله لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في المنطقة. سعد أنا مع طيب غفار معك ميزاق وستيفي، كيف ترى التطور الإماراتي في إقليم كردستان؟ والسؤال الثاني، ما هي المشاريع التي يريد المستثمرون الإماراتيون إنجازها في إقليم كردستان لا سيما في إدارة سوران المستقلة؟ شكرا جزيلا. السؤال الأول طبعا هذا إذا سألتها تسأل الجميع أن الطباع الأول من خلال زيارة الجميع سواء كانوا مسؤولين أو زيارة السياح إلى إقليم كردستان جميع يعلم ذلك أن التطور العمراني اللي موجود في إقليم كردستان يضاهي دول يعني كبيرة يعني دول متطورة. نحن يعني نشبهها من خلال دولة الإمارات نشبهها في مدينة دبي ومدن الإمارات طبعا الحديثة. إن شاء الله نتمنى التقدم والمزيد من العمران ومزيد من الازدهار لإقليم كردستان وجميع المحافظات. اليوم زيارتنا لإدارة سوران طموحنا وطموح القنصلية العامة لدولة الإمارات كيفية طبعا دمج اللي هي استراتيجية إقليم كردستان اللي هي تسعى خلالها إلى تنويع الاقتصادي وتنويع طبعا مصادر الدخل في إقليم كردستان خاصة في المجالات الزراعة في مجالات السياحة وفي المجالات الحيوية الأخرى إن شاء الله. فهذه جميعا نحن حريصين جدا من خلال حضورنا
أن نتواكب مع استراتيجية حكومة إقليم كردستان الساعية إلى التنويع الاقتصادي، خاصة التركيز على المجالات الزراعية، مجالات السياحة والمجالات اللي هي الأخرى. هذا يعني نحن نوليه جدا أهمية استراتيجية. وزيارتنا اليوم لإدارة سوران التقاء برئيسها هدفه طبعا التعرف على الخارطة الاستثمارية للمدينة للإدارة وللجميع الأقضية إن شاء الله، وإن شاء الله تعزيز الحضور الاستثمارات الإماراتية في منطقة سوران.